السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ إدريس العمري، الحاصل على الحزام الأسود الدرجة الرابعة في رياضة الفنون القتالية، معترف به دوليا لدى الوكالة الدولية للكاجو كيمبو، المقر ديالها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية وممثلها بالمملكة المغربية الشريفة. إذن ندخلوا في الموضوع ديالنا. كاين الكثير كيتسأل، كيقول لك أستاذ إدريس، أنت كتدوز لي باساج دو كراد ديال رياضة الكاراتيه مجانا، ما هي الأهداف ديالك وعلاش كدوزها مجانا وشنا هي الغاية من ذلك؟ إذن كما كتعرفوا أن رياضة الكاراتيه بجهة الداخل والذهب غالبية الجمعيات هناك هو العمل ديالهم هو عمل استرزاقي محض، نظرا لعدم الكفاءة ديال هؤلاء، بعض هؤلاء الجمعيات اللي كيعتمدوا على الاسترزاق وعلى كيطلبوا كل مرة، كيطلبوا الآباء ويجيبوا لنا 100 درهم، يجيبوا لنا 50 درهم، عندنا كذا، عندنا هذه البطولة، عندنا كذا، وبالتالي وحنا كنمروا بواحد المرحلة هي جد عويصة واللي خلفتها مرحلة الكوفيد وغلاء الأثمان وغلاء المعيشة، وكان بعض الآباء لا حول لهم ولا قوة، واش حدهم المدرسة اللي كيدخلوا عليها أولادهم بريفي ولا المدرسة ولا الحياة اليومية ديالهم ولا الكراء ولا هكا. إذن جمعية أوسرد للرياضة كانت سباقة لهذا العمل التطوعي الاجتماعي اللي غادي تستفد منه. كنا درنا واحد البرنامج لاستفادة 200 مستفيدة ومستفيد، 200 مستفيدة ومستفيد في رياضة الكاراتيه. غيكونوا التدريب مجانا، بالإضافة إلى ذلك غيكون لي باساج دو كراد مجانا مع منح شهادة الاعتراف بالحزام من طرفنا، والتكوين المستمر حتى للناس اللي غادي تلتجئ لمهنة التدريب يكون عندها واحد التكوين أكاديمي رياضي في الفنون القتالية خصوصا رياضة الكاراتيه، نظرا للكفاءة اللي كنمتاز بها نحن كرئيس جمعية أوسرد للرياضة بجهة الداخلة وادي الذهب، ونظرا للكم الهائل من المعلومات وليزانفورماسيون ديال رياضة الكاراتيه، للتكنيك اللي كنعطوا للتلاميذ عندنا لا فيما يخص في الكيهون ولا فيما يخص في الكاطا. ندوزو في الكيهون، الكيهون كنعطو لي تكنيك ديال الكيهون اللي غيستعانو فيه ان شاء الله مستقبلا في الباساج دو كراد سانتير نوار، بريمير دان ودوزيام دان وتروزيام دان الى اخره. عندنا تبارك الله الدراري، تبارك الله دابا راهم غادي كيتكونوا عندنا في هذا الفن من الفنون القتاليه النبيله. عندك كاين لي كيهون كاين فيهم لي ايبون كيميتي، كاين لي جيون ايبون كيميتي، وكاين شاي كيميتي اللي غادي نحنا نحاولوا نشرحوهم ونواكبوا التطورات اللي كدير الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشابهة دون مقابل، وتدريب رياضي محكم. بالنسبة للي كاطا عاوتاني غادي عاوتاني نعطوا الدراري لي كاطا، كاينين لي كيهون لي تايكو يوكي على سبيل المثال، كاين تايكو شودان، نيدان، ساندان، يودان، غودان، روكيدان، هذا بالنسبة للدراري اللي هما صغيورين. اما فيما يخص الناس الكبار او الطلبه او الدراري فوق 10 سنوات كنديرهم لي كاطا دو باز، هي الايان شودان ونيدان والساندر ويودان وغودان، ونظرا لان برنامج الجامعه الملكيه المغرب الكاراتيه ما توصلنا بهم ما عندناش، ولكن حنا كنعتمدوا على الكاراتيه التقليدي تراديكسيونير، بمعنى ان غادي نديروا حتى البريمير دان عندنا هنا في جمعيه توسع الرياضه، غنخدموا معهم تيكي شودان، باسايداي، كونكوداي، جيون، ونخليهم ان بي كريزيرف. المعلومات اللي جاتنا ان لا فيدراسيون رويال حيدت الكونكوداي وحيدت الامبي، حنا ما عندنا معلومات داكشي لانه ما كيتواصلوا معنا، رغم اننا رانا منضوين تحت اللواء ديالها، ولكن ما عندنا حتى شي حد اللي غيوصلنا، ما كاين لا هيئه اللي غادي توصلنا الفكره ولا شي حاجه. هذا اللي جعلنا نعطوا المسائل اللي هي تقليديه اللي تدربنا بها نحن عند الاساتذه ديالنا اللي ورونا والخبراء اللي ورونا، ومن بينهم الاستاذ اساتذه اكثر لا داعي لذكر اسمائهم واصدقاء ديالنا على المستوى الوطني. اذا جمعيه اوسرد للرياضه كتلقى من رياضه الكاراتيه شوتوكان كان مجانا لكل منخرط فيها، وكتمنح له الملابس على حسابها مجانا. اذا الناس اللي بغاو يستافدوا معنا واللي هم كانوا مضاوين تحت لواء بعض الجمعيات الاخرى واللي توقفوا عن التدريب، ما يحيدوش الثقه ديالهم في رياضه الكاراتيه، التجوا لجمعيه اوسرد للرياضه باش
يزيدوا يكملوا التطور ديالهم. ما كانش داك التهراس اللي كانوا بعض المدربين كيهرسوا به التلاميذ، نحن كنزيدوا والحمد لله راه تكونوا عندنا بزاف ديال التلاميذ، واللي حصلوا على البريمير دان كاين منهم دابا اللي حصل على الدوزيام دان، وكاين منهم اللي حصل حتى على التروازيام دان، وكاين اللي كيبريباري الكاتريام دان. هادو التلاميذ ديالنا اللي مشاو على المستوى الوطني، وكان حتى اللي مشى على المستوى الدولي، كاين اللي في فرنسا كاين اللي في المانيا، من الناس اللي تدربوا عند جمعيه اوسرد وكانوا تحت الاشراف ديالنا المباشر. إذن الشروط ديالنا للانخراط في جمعية أوسرد للرياضة، لابد دير واحد الرياضة هي الكاجو كيمبو، لأن الكاجو كيمبو فيه الكاراتيه، هذيك الرياضة لابد ديرها. ومن فهم كدير الكاراتيه مجانا، أولا كدير الفول كونتاكت كدير الكاراتيه مجانا. المهم الكاراتيه عندنا هنا هنايا مجانا، وكاين فيه التكوين والتكوين المستمر، وكنوريك عاوتاني بحالاش تدرب الدراري، والحمد لله واحدين تخرجوا راه فتحوا لي صال ديالهم، وكيفاش تعامل طفل صغير، كيفاش تعامل إنسان كبير، كيفاش توصل المعلومة ديال هذه الرياضة النبيلة للممارس والمنخرط والتلميذ ديالك. إذا بغيتوا معلومات أكثر زوروا الموقع ديالنا على اليوتيوب، الرابط هو إدريس العماري باللغة الفرنسية، أو مقر جمعية أوسرد الرياضة بجهة الداخلة والذهب، المسيرة الشطر الثالث قرب فندق تاهيتي الداخلة. الهاتف ديالنا هو 0673 47 28 34. كان معكم إدريس العماري رئيس جمعية أوسرد للرياضة بجهة الداخلة والذهب، يحييكم ويقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، وإلى فيديو ثاني إن شاء الله ونشرحه. نبدأ نشرح دابا في ليكاتا، نبدأ نشرح لكم في ليكاتا، نبدأ لكم من تايكو يوكي ليكاتا دو باز حتى ليكاتا سوبيريور كل شيء. إذا غنعطيكم الأسامي ديال ليكاتا كامل قبل ما نوفي هذا الفيديو. كاين تايكو شودان، تايكو نيدان، تايكو ساندان، تايكو يودان، تايكو غودان، تايكو روكيدان، هادو لي تايكو يوكي. وكاين ليكاتا لي زايام، كاين يان شودان، يان نيدان، يان ساندان، يان يودان، يان غودان. عاد كاين ليكاتا افونسي لي فيهم باسايداي كونكوداي، تيكي شودان باسايداي كونكوداي. وعاد ليكاتا سوبيريور الاولين والثانيين والثالثين اللي فيهم جيون، جيتي، جين، كونكوداي، كونكوشو، غوجو شوداي، غوجو شويشو، باساي باس، تيكي شودان، تيكي نيدان، تيكي ساندان، هادو الشعب ديال ليكاتا، نيجي شيوهو، اونسو، وانكا، غانكاكو، كاع ليكاتا ديال الكاراتي، ميكيو، سوشين، كاع ليكاتا ديال الكاراتي حنا شادينهم، بالاضافة إلى كاتا ديال دي ستيل تانيين حنا حافظينهم ونعطيهم للممارسين الا شفنا الكفاءة غادي كتزيد حنا كنعطيو لي كاتا. إذا ما عليكم إلا تزوروا الموقع ديالنا على اليوتيوب أو زيارة جمعية أوسرد الرياضة. إلى فيديو ثاني إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.